المولى عز وجل بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى حضراتكم تقدروا تكونوا أولياء لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فانظر فيما أقامك. قد إيه فرحة التائب بتبقى فرحة كبيرة قوي، وقد إيه فرحة ربنا بتوبة التائب بتبقى فرحة أكبر. مهما فعلت من ذنوب اوعى تيأس من رحمة ربنا، وانت في الجنة وربنا يجمعنا في الجنة كل يوم في لذة. روائع الأحاديث القدسية مع دكتور محمود المصري، تشاهدونه الثلاثاء والأربعاء في الواحدة بعد منتصف الليل، ويعاد الجمعة والسبت في الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.